تمكن عناصر الفرقة الأولى للبحث والتدخل البيارئة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة كانت تستشير أحد المساكن كورشة سرية لصناعة وتقليد المؤثرات العقلية عن طريق استحضار مواد طبية صيدلانية ومزجها مع مواد كيميائية قصد إعادة بيعها وترويجها وسط فئة الشباب. فبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة فلوسن أسفرت العملية عن توقيف 5 أشخاص.